الطلاب الثالث المتوسط اللي راح يمتحنون دور ثالث. من الضروري مراجعة فيديو الملخصات كل يوم. من الضروري كتابة كل الملاحظات المهمة في دفتر ملاحظات خصص لهذا الغرض. من الضروري كتابة الأسئلة المهمة ومراجعتها كل يوم. حفظ الإنشاءات حرفياً وكتابتها عدة مرات. والأهم حل الأسئلة في نهاية فيديو الملخصات والتصحيح. الدرجة اللي راح تحصل عليها بالامتحان التجريبي إلى حد ما ستكون هي درجتك بالامتحان النهائي. أي ملاحظات عندك اكتبها بتعليقات هذا الفيديو، وأتمنى المساعدة فيما بينكم، يعني شخص يعرف إجابة السؤال ممكن يجاوب بدلاً عني.